ثلث البشر من مستخدمي الانترنت وثلاثة أرباعهم من مستخدمي الهواتف النقالة، طفرة تكنولوجية هائلة يشهدها العالم، فهل من حدود لها؟ شبكة الانترنت لم تعد للتواصل الاجتماعي لجمع المعلومات، بل صار لها دور في تحريك الثورات أيضا، فهل فوائدها تتلائم مع أعداد مستخدميها؟ هل دخلت التكنولوجيا كل المجالات أم ما زال أمامها ما يجب أن تتطرق إليه؟ العولمة تمتد العالم، وثورة الاتصالات منتشرة في كل بقاع الأرض كما لم يسبق لها مثيل. هذا ما تشير إليه وبوضوح تام أرقام مذهلة نشرتها وكالة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة. تقول الأرقام إن عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم تجاوز مع مطلع هذا العام 2 مليار شخص، وهو ما يعادل نحو ثلث سكان الأرض، بينما تجاوز عدد مستخدمي الهواتف النقالة 5 مليارات من البشر، أي ما يعادل حوالي 3/4 البشرية. أكثر من ذلك، كان 57% من مستخدمي الإنترنت في بلدان نامية. هذا يعني أن ثورة الاتصالات لم تعد تعترف بالجغرافيا، تنفتح أمامها الحدود فتصل إلى كل أصقاع الأرض، متحدية الرقابة والحجب والقيود. كثيرا ما حجبت الحكومات مواقع الإنترنت أو عطلت شبكات الاتصالات خوف من تأثيرها المتنامي. هذا ما جعل البعض يصف ثورة الاتصالات الحالية بالقوة الناعمة الجديدة التي تفسح لمستخدميها فضاءات واسعة من التعبير والتواصل مع العالم بسرعة غير مسبوقة. ويستشهد هؤلاء بملاعبته هذه الثورة في إحداث ثورات والتحريض على أخرى، وهو ما جعل الكثيرين يقولون إن العالم بعد عصر الاتصالات الجديد لن يعود كما كان قبله. معنا في الاستوديو الدكتور ناصر أبو زخار، أستاذ أمن الإنترنت في جامعة هارتفوردشير وخبير تكنولوجيا المعلومات. دكتور ناصر، ثلث البشر اليوم يستخدمون الإنترنت، ما دلالة هذا الرقم؟ طبيعي عدد البشر الآن اللي بيستخدم الإنترنت في تزايد، وفي تزايد يعني مستمر بشكل واضح. طبعا اللي ساهم في هذا الأمر أيضا استخدام تقنيات الاتصال أو أجهزة الاتصال النقالة، هذه أصبح أيضا بتساهم في وصول الناس إلى الإنترنت. طبعا هنالك العديد من الخدمات اللي بيتم الآن عرضها من خلال الإنترنت، سواء على المستوى التعليمي أو الصحي، وبالإضافة إلى الخدمات التجارية طبعا. يعني دفع فواتير الهاتف، دفع الفواتير، يعني في بريطانيا نرى بأن كل شيء يحل عبر الإنترنت إلى حد ما. ما هو الحجم الذي يستخدم فيه الإنترنت من أجل تخليص معاملات إن صح التعبير أو دفع فواتير وغير ذلك، يعني الخدمات المقدمة عن طريق الإنترنت؟ ما فيش ربما نسب واضحة، ولكن النسب هذه كبيرة جدا. الآن يعني أغلب السكان، يعني إذا كان نتحدث على بريطانيا، نسبة من السكان هذه البلاد الآن عندهم إنترنت، وبيتم عملية فعلا دفع الفواتير والقيام بالأمور التجارية من خلال الإنترنت. طيب، ما مدى انتشار ذلك في العالم العربي؟ من المعروف بأن في العالم العربي يستخدم أكثر لتبادل المعلومات، إرسال الرسائل، الحصول على بعض المعلومات الإضافية. بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طبعا الاستخدام بيظل مازال محدود. في الوقت الحالي الآن حسب الإحصائيات يوجد ما يقارب 88 مليون مستخدم للإنترنت في هذه الدول. الاستخدام مازال محدود حقيقة، نتيجة لعدة أسباب، يعني سياسية، اقتصادية، ثقافية واجتماعية. لكن إذا كان فيه أمر يعني إيجابي في استخدام الإنترنت في هذه الدول، هو الشباب الجديد الصاعد الآن اللي بيحاول أن يستخدم الإنترنت، وخصوصا في مجال التواصل الاجتماعي وما حدث في تونس. يعني أمر ذكرت حظره لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، ولكن يبدو أن الشباب في الدول العربية تخطى هذه الحواجز وبات يعني يقيم ثورات عن طريق التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
طبيعي، لأن هذه الخدمات، خدمات التواصل الاجتماعي من خلال خدمات الفيسبوك وتويتر وغيرها، هذه أتاحت فرصة إلى الشباب أن يتواصل بسهولة، وأيضا يعني أزالت العديد من العوائق اللي بيتم وضعها من خلال طبعا الحكومات والدول الغير ديمقراطية. فبالتالي الشباب أخذ زمام المبادرة وبدأ في عملية تنظيم نفسه وعملية الاتصال بشكل مستمر. يعني شكرا لك دكتور ناصر أبو زخار، أستاذ أمن الإنترنت في جامعة هارتفوردشير. شكرا. بهكذا بكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من العالم هذا المشاق. شكرا على طيب المتابعة، نلقاكم في الغد في الموعد نفسه. إلى اللقاء.